الرحيم، كل سنة وانتم طيبين. انتم زرتونا هنا جاي على لقيتكم بتعرفوا الاسعار وظروف الناس اللي سايره فيها. اول مره المصارف هذني ياهي ما زال يعطن في فلوس من العيد العيد، يا 500 يا 600، وعندنا مصرف انا يلطف الله بحاله يعني، فيسكر اسبوع اسبوعين ينحل يوم يومين، هذه ظروف الناس العاديه يعني. اما بالنسبه للنوال يعاني في مشكله عويصه زي ما نقولوا هكا ياهي، حط راعي ب 1300 اقل واحد، وكل ماشي يمشي له في اسبوع ثلاث مرات اقل ما فيه يصرف قريب حوالي 60 جنيه 70 جنيه، هذا اقل واحد موال. بالنسبه للاعلاف هذه ياهي، نحن ظروف الدوله اللي نراعوا فيها ظروف غير مسموح بها، ربي يكون في حل البلاد يعني. من الناحيه الاخرى ان الدوله ما ساش وفرت الاعلاف هذه ياهي، عندها ظروف، هي سيرت لها ظروف ونحن سيرت لنا ظروف وبرنامج هذا، لكن ما وفرتناش. قعدت علفتنا هذه عند ناس اخرى اللي هم السمسار هذه، اقل قنطار شعير ناخذوه، اقل سعر ناخذوه، اقل قريب شي 105 دينار وناخذوا فين على اجده، والاجده هذه هي تقبى متركبه على الحولي هذا اللي قدامك هذا تشوف فيه، يقبى يبي مني 60000 او 70000 اقل موال فيها، يضطر يبي يحط التكاليف هذني هي من حولي هذا ياهي، من تربيت امه له وليه برنامج هذا ياهي ونحن نعانوا فيه ونخدموا فيه، يوصل تكاليفه قريب 1300 هذني هي، ورانا اقل اسعار يعني هذني هي. باهي نحن رانا في المنطقه الشرقيه ممكن الاسعار مناسبه كي شوي، لكن الراعي فيها في الغرب ونيت قريب 2000 جنيه 1800 جنيه، نحن ها 1300 وممكن رانا عطوا بالسكن عند قريب 1500، ولكن تواجهنا خرازات، ظهرت خرازات حتى المصرف، المصرف ما فيش سيوله ولا في تحويل خرازات، ونضطر نتعامل مع ظروف المواطن. برضو احنا حكيتك على نسبه نحن الموالين رانا نعانوا في تكلفة، اول مره السنه ما فيش موسم الزراعه هذه اللي هو القمح والشعير وبرنامج هذه، نشرو في زروعه او نكرو في اراضي قريب نحرثها السنه هذه في العام شنو قريب 3000 جنيه كروه ارضك هي، وممكن تجي معي صابه وممكن ما تجيش معي صابه، ونقبل نحط لك الراعي هذا يبي مني قريب 17000 في العام، والحولي هذا ياهي تكلفته قريب في الاعلاف هذه تخش على 140000 بين مصاريف كل العلف. هذا يعني ما وضحتك بصوره اختصار يعني على الوضعيه اللي تشوف فيها، وانا رايك هي الاسعار هذه مناسبه يعني. نحن نبوا الدوله تساعدنا في برنامج الاعلاف، برت تبنا نسمع فيها تو وصلت عند قريب 11 12، امس سمعت في الاذاعه كيف يا جماعه في الغرب وكذا قريب 17 جنيه البار، نحن تو قريب نخش على 120 القنطار الشعير في الوقت الحالي هذا، ممكن بعد شهر اخر يبقى قريب 170 180 جنيه القنطار الشعير. وكل سنه وانتم طيبين، وهذه ظروف الموال وهذه هي اتعاب الموال. انظر حتى الخيمه اللي قاعدين فيها ناجروا فيها حتى اجار الليله ب 70 جنيه الليله هذه، خاطي هالمي وهالبرامج اللي معنا هذه وهالنغره وهالسريب هذا واللي يقعد واقف وبرنامج هذا حتى هو مصاريف يعني، وهالمشي وهالجي والقصه هذه مصاريف يعني. يلطف الله بحال الدوله، وان شاء الله يا سيدي الدوله تريح ونقبع في خير وبرنامج هذا ياهي. نحكي على نقص الاعلاف بس، نبوا الدوله توفر لنا الاعلاف. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. أول مرة، كل عام وانتم طيبين، وإن شاء الله ربي يريح أسرار الوطن، هذه بالدرجة الأولى. بعدين الأسعار فيهن وما فيهن، تقدر يعني زي ما يقولوا الناس تلوم وتعذر، ممكن المشترى غالي، ممكن التكاليف غالية، ممكن، لكن برضو فيه شوية، في شوية إجحاف بالنسبة للمواطن، لأن المصرف يعطي في 1000 جنيه إن كان تباعد يعطي 1000 جنيه، الباقي منين يوفرهن؟ وان شاء الله ربنا ان شاء الله ربنا يدل عليه فيها الصلاح، وكل عام وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اولا نحب نهني الشعب الليبي بمناسبه حلول العيد الاضحى المبارك، ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ربي بصلاح الحال وراحه البال. اولا الموال ربي يعلم بظروفه. ثانيا الاعلاف من قبل كانت دعمتها الدوله وكانت باسعار مناسبه، فيضطر الموال يبيع بسعر رمزي، حتى المواطن البسيط ذوي الدخل المحدود يقدر يعيد ويقدر يشتري عيده ويدبش وما الى اخره. اما الان بما ان ما فيش الاعلاف غير مدعومه
اللي بال 50 تو بال 150 بال 200 اللي كانت متوفره تجي في اسبوع مره تو تجيك مره ممكن في السنه مره وتحكموا فيها تجار فهمت؟ والله ينعل الشيطان في نفس الوقت يعني المرتبه تاخرا والمعيشه اصبحت غاليه، الاعلاف غاليه، الميه اشتراها، الراعي تكلفته زادت، فما معلش لوم المواطن في ظروف الدوله الحاليه معلش لوم المواطن وربك ان شاء الله يهدي جميعا ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين.